السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. فيا عجب ان الناس يستهلكون كبد الدجاج، يستهلكون السموم، يستهلكون كبد الدجاج المزارع. وهناك من نصح، هناك اطباء نصحوا بكبد الدجاج. انظروا 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 مصيبتنا فين. وهناك من يستهلك حساء العظام. الموضة دائما الموضة، لأنكم تسمعون هذه على فضائيات وفلاسفة ينصحونكم حساء العظام، حساء العظام، وأنها غنية بالجلال بالكولاجين وجيدة وفيها كالسيوم وفيها أملاح معدنية. فيها خراب ثقافتنا الغذائية. نحن لا نستهلك عظام الحيوانات، ويجب أن لا نصل إلى هذه الدرجة لأن شخص تكلم عنها في أمريكا أو أوروبا. انظروا هذه العقدة، نحن لدينا أقوى من العظام، لدينا الشعير، شعير في كالسيوم أكثر من العظام، لكن هناك يعني حساء العظام. حساء العظام هو آسيوي وليس عربي، وما كانت العرب يعني تستهلك عظام الحيوانات حتى وصلنا للحضيض. هناك من يستهلك العظام يعني موضة ويتفلسف بها، ويستهلك كبد الدجاج، ولكن لا يستهلك كلاويع البقر. كذلك حساء الفول، حساء الفول أو البازيلا، هذه جلبانة بزيت الزيتون، وأن يطهى جيد ويكون مع هذه البذرات، يكون مع حلبة وحب رشاد. وحتى الخبز الآن بالنسبة للنساء، النساء لا زالت تشتري خبز السوق، خبز أبيض، وتشتكي من غازات وعدم امتصاص، وطبعا عندك كل الأمراض. الخبز الآن يعجن يعني بهذه الأشياء مطحونة، يعجن بالحلبة وحب رشاد مطحون، هذا حلبة مطحونة وحب رشاد مطحون، وكذلك حبوب الكتان مطحونة وسمسم مطحون. هذه الأشياء، ويعجن بحبوب الكزبرة مطحونة، وكذلك ينسون وشمرة، ويعجن كذلك بالحبة السوداء. الحبة السوداء لا تطحن، الحبة السوداء يعني يعجن بها كما هي لا تطحن، لكن الحلبة والحب رشاد تطحن، كذلك حبوب الكتان والسمسم تطحن، ويعجن الخبز بهذه الأشياء، يعجن الخبز بهذه الأشياء، وهي يخمر ويعني بخميرة طبيعية بلدية، ثم يعيش الناس يتمتعون بهذه الوجبات، وتكون مناعة مرتفعة، ولا تكون هذه الأمراض تعفونية، وأشياء بسيطة جدا ويقدر عليها الناس. وإذا لم يقدروا على هذه الأشياء فيعني يجب أن يكون معهم نقود، وأن يكون معهم يعني أشياء يعني لكي يذهبوا إلى العيادات والمستشفيات. عليين بعض الأمراض التعفونية لا يفيد، هذه الأمراض الأنفلونزا وهذه الأشياء دي لا. فيجب أن يفهم الناس هذه الأشياء فهما جيدا. ولذلك ضربت مثل، لماذا الأنفلونزا لا توجد تقريبا، تنعدم الأنفلونزا في المناطق النائية يعني في البوادي والأرياف. منطقتي في البادية، في منطقتي لا نعرف الأنفلونزا إلى الآن، لا نعرف الأنفلونزا. فيعني لماذا تكثر في المدن؟ فيعني أنتم بأنفسكم تلاحظون هذه الأشياء، وممكن أن تحكموا أنتم، لأن النظام الغذائي في البادية ليس هو النظام الغذائي في المدن. ولو أن في البوادي يستهلكون أشياء بسيطة لكنها نظيفة وقوية، يعني وتغذيتهم تغذية ذكية، تغذية ذكية، فهي تظهر بسيطة لكنها قوية ويعني وسهلة حتى في ذلك. فالمرأة تبقى مع كعكة في المساء، وعند هذه الأواني التي تعمل في هذا المول، هذا الذي تعمل فيه الكعكة وتعملها في الفرن، وهي فرحانة يعني 15 مكون، وهي في الأخير ماذا حضرت؟ حضرت كارثة. لكن أن تهيئ حساء شعير بماء وملح وحب رشاد وحلبة، تضعه على النار، سهل ومغذي وجيد وبسيط ونظيف وكل شيء ورخيص، يعني لا. لماذا؟ لأن العقدة وعقدة الموضة، هذا هو مشكلنا في هذه البلدان. وأنا قلت بأن هذه الوجبة هي توجد في كل هذه البلدان، ولكن علي نحن نستهلك البقوليات، نستهلك حمص، بلداننا تستهلك حمص وفول، وتستهلك شعير، وتستهلك هذه الأشياء. لكن علي تستهلك، لا زالت تستهلك، نعم لا زالت تستهلك، لأن هذه أكلات كلها شعبية. هذه أظن أن هناك فئة في المجتمع تحسب نفسها راقية أنها ستأكل هذه الأشياء، لكن هذه الأشياء هي قوية، وأصحابها لا يصابون بالأنفلونزا، لا الأطباء ولا غير الأطباء. تلاحظون بأنفسكم أن هذه الأمراض ما دخلت هذه البلدان إلا لما غيرت نمط العيش، هذه الأمراض ما دخلت هذه البلدان إلا لما غيرت نمط العيش، لما نسيت ثقافتها، ولما تعقدت، ولما اتبعت الموضة. هذه الوجبة
هي وجبة كراوع البقر وكذلك كراوع الإبل، يعني البلدان الغربية ليس فيها إبل، والبلدان الغربية لا تأكل الكوارع أصلا. هذه البلدان تستهلك الكوارع، وهذه الكوارع تطهى بطريقة جيدة وتطهى بالحمص. لاحظوا، تطهى بالحمص، يجب أن تضاف إليها توابل حارة، ليس الإبزار، يعني ليس فلفل أسود وفلفل أبيض، لكن ممكن تضاف إليها يعني توابل حارة مثل هذا الفلفل، وكذلك القبار، الكبار كذلك ممكن أن يضاف لهذه الوجبة، الكراوع بالحمص. لاحظوا الكراوع بالحمص. كوارع البقر هو مصدر قوي، يعني ربما تتفاجأوا، هو أقوى مصدر للزنك الذي يشتريه الناس الآن خوفا من هذه الجائحة. هو أول مصدر للزنك، هو كراوع البقر، فيها زنك وفيها ماغنيزيوم، أعلى نسبة من الماغنيزيوم، وفيها مانغانوس وفيها فوسفور وفيها كالسيوم وفيها حديد، هذه أملاح معدنية، فيها سيلينيوم كذلك كراوع البقر، وفيها مادة الجيلاتين، هذا الكولاجين، لأن الكولاجين لما يعني يطهى على جيد فيتحول إلى جيلاتين، ففيها مادة الكولاجين. وكلما طبخت يعني بقوة، يجب أن تطهى جيد على النار لمدة طويلة، أن تطهى جيد. كلما يعني في هذه البلدان تطهى جيد، في المغرب تطهى جيد، كراوع البقر تطهى جيد. أن تنتبه النساء، يعني طبخ الكراوع ليس سهلا، هو يظهر أنه سهل لكن ليس سهل، فهو يأخذ وقت وعلى نار قوية ويطهى جيد لكي تدوب هذه الكولاجين، تدوب وتصبح جيلاتين، يعني وهي يعني تلتصق بالأيدي، تلاحظون أنها تلتصق هذه، وهي أغنى وجبة وأحسن وجبة في هذا الفصل البارد، فيها زنك يعني قوي، يعني نسبة عالية من الزنك ومن المغنيسيوم، ثم نسبة جيدة، نسبة هائلة كذلك من الحديد ومن الكالسيوم والفوسفور والمنغنيز كذلك، وفيها الفوسفور والكالسيوم لأن عليه، يعني هي المصدر، وفيها مادة الكولاجين، مادة الكولاجين مهمة جدا، والناس يشترون الكولاجين الآن كمكمل غذائي، وهي في كراوع البقر، معها الحمص، والحمص كذلك فيه أهمية، ثم تطهى بزيت الزيتون، يكون معها توابل. هذه وجبة هذا الفصل. ولذلك يجب يعني أن لا ينسى الناس عامل التغذية، أن لا ينسى الناس عامل التغذية. لماذا؟ لأن في الأخير المناعة هي كل شيء. المناعة هي كل شيء، إذا كانت مناعة مرتفعة فلا يخاف الناس من أي شيء. لما تكون مناعة مخربة، مناعة منخفضة، فطبعا أي مرض ممكن يعني أن يصاب الشخص بأي مرض تعفني أو أي مرض. وهذا الفصل بالعكس ممكن أن يتمتع الناس بوجبات، وكان الناس دائما كانوا يعرفون يعني ماذا يستهلكون في الفصول، لكن مع الأسف الشديد هذه المدرسة الحديثة التي تعلم فيها الناس بعض الأشياء، دعايات الإشهارات والموضة، عقدة الموضة، جعلت الناس يفقدون هذه الثقافات، ثم الآن ماذا يأكلون في فصل بارد؟ هذا ليس فصل البيتزا، هذا ليس هذا 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 ليس فصل يعني الكعكات والحلويات، هذا فصل يعني أكلات يعني قوية، ويعني يستفيد منها الناس. يعني الآن فصل الحرارة منخفضة وكذلك المناعة منخفضة، وهناك وجبة تستهلك في جميع البلدان وهذا وقتها، هناك وجبات كثيرة، لكن هذه الوجبة هي وجبة توحد جميع البلدان العربية.